اهلا يا اطفال، في حصتكم المفضله عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. في اول ماي نحتفلوا بهذا العيد، هذا اللي هو عيد العمال، باش نديروا تقدير لكل العمال، وخاصه كاين عمال اللي يديروا اعمال شاقه. اليوم سنتعرف على شخصية مجاهد زبير بوعجاج. كلمنا على العمل، إتقان العمل كامل. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها يا عامل اليوم نجازيك، يا عامل اليوم نجازيك، بعربوني تفانيك، بالتكريم نحييك، وبالشهم نناديك، يا عامل اليوم نجازيك. كذلك الأطفال اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا معنا في الحضور الحصة كيما انتما عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. أنت يا عامل يا مجيب ويا محب العطاء، بالصبر أنت مجيب عازما دون عناء، يا عامل اليوم نجازيك، بعربوني تفانيك، بالتكريم نحييك، وبالشهم نناديك، يا عامل اليوم نجازيك. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.